على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هذا يوم عظيم من أيام فلسطين، يوم عظيم من أيام عائلات فلسطين، يوم عظيم من أيام العلم والعلماء في فلسطين. أنا جدا مسرور لأجد العائلات الفلسطينية وعلى رأسها عائلة الأصل الكريمة تحتفل بأبنائها وبناتها المتميزين في الثانوية العامة، الخريجين والخريجات لدرجة البكالوريوس، درجة الدبلوم، درجة الماجستير، درجة الدكتوراه. هذا شرف عظيم وسرور وفرحة لعائلات فلسطين وعائلة الأصل بالخصوص. أشكرهم لدعوتي وأتشرف أن أكون بينكم. رسالتي لجميع طلاب فلسطين وخاصة طلاب عائلة الأصل المتفوقين اللي كانوا اليوم على المنصة أن يواصلوا دربهم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فليواصلوا علمهم وليتحدوا الصعاب، فطلب العلم فيه صعاب كثيرة فليتحدوها وليتخطوها. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة ذاق مرارة الجهل أعوامه.